السلام عليكم أحبائي طلاب الصف الرابع. كنا قد أخذنا عن الأسبوع الماضي عن المفاتيح وكيف أصنع مفتاحي الخاص. اليوم بإذن الله نكمل ما تبقى من هذه الوحدة السابعة، وحدة الكهرباء. سنتحدث اليوم عن ما هي الكهرباء وما هي المواد الموصلة والمواد العازلة. ما الكهرباء؟ ما هي الكهرباء؟ لاحظ أمامك بالصورة مروحة ودارة كهربائية بسيطة. ماذا يحدث للمروحة في الشكل حين توصل بالكهرباء؟ تتحرك. ممتاز يا رابع، تتحرك. ما الذي جعل المصباح يضيف البطارية؟ بسبب الكهرباء، بسبب مرور الكهرباء. كيف تنتقل الكهرباء من البطارية إلى المصباح في الدارة الكهربائية؟ كيف تنتقل؟ ممتاز، عن طريق أسلاك التوصيل. ما الذي يمر في الأسلاك؟ الكهرباء. ممتاز يا رابع. هل يمكننا رؤية الكهرباء بعيننا وهي تمر في الأسلاك؟ لا يمكن ذلك، لكننا نرى أثرها. ما هو أثرها؟ إضاءة المصباح، حركة المروحة، وتشغيل الأجهزة. هذه كلها أثار للكهرباء، وهي تدلنا على أن الكهرباء مرت في الأسلاك. ماذا يسمى مرور الكهرباء في الأسلاك؟ يسمى تياراً كهربائياً. يسمى تياراً كهربائياً. ما المقصود بالتيار الكهربائي؟ هي جسيمات صغيرة جداً تتحرك في الدارة باتجاه واحد. وضع لها العلماء نموذج، وسبق تكلمنا عن النموذج أنه يمكننا من فهم الأشياء. لاحظ أمامك في الصورة باللون الأحمر عبارة عن جسيمات تتحرك في الدارة باتجاه واحد. باللون الأزرق هذا عبارة عن سلك، عبارة عن سلك، والجسيمات تتحرك في داخل السلك، تتحرك باتجاه واحد. لاحظ الأسهم كلها تتحرك بالاتجاه نفسه، هكذا تماما تتحرك في الأسلاك من البطارية إلى المصباح. كيف يمر التيار الكهربائي في الدارة؟ هل يمر من المصباح إلى البطارية وهكذا، أم يبدأ من البطارية ويمر بالمصباح؟ لاحظ أمامك الدارة الكهربائية عبارة عن بطارية ومصباح كهربائي. يمر التيار الكهربائي من البطارية إلى المصباح، ثم يعود مرة أخرى إلى البطارية كما هو موضح أمامك بالسهم الأحمر. السهم الأحمر هو يمثل حركة التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية. إذن كيف يمر التيار الكهربائي في الدارة؟ يمر من البطارية، يصل المصباح، ليعود مرة أخرى إلى البطارية، وهكذا يمر التيار الكهربائي في الدارة. لاحظ عند إغلاق المفتاح ماذا يحدث؟ يمر التيار الكهربائي من البطارية إلى المصباح، ثم يعود مرة أخرى إلى البطارية. ننتقل إلى المواد الموصلة والمواد العازلة. لماذا تغلف الأسلاك الكهربائية بمادة بلاستيكية؟ لماذا يا رابع؟ لأن المواد من حولنا تصنف حسب توصيلها للكهرباء إلى مواد موصلة، وتسمى موصلات ومواد عازلة. مواد موصلة وتسمى موصلات ومواد عازلة. كيف يمكن معرفة إذا كانت المواد موصلة للكهرباء أم غير موصلة للكهرباء؟ كيف يمكن معرفة ذلك؟ ممتاز يا رابع، عن طريق اختبارها في دارة كهربائية بتركيبها بهذا الشكل. دارة كهربائية، مصباح وبطارية، وتختبر المادة المراد اختبارها، توصل بهذا الشكل. إن أضاء المصباح ماذا تكون المادة؟ موصل التيار الكهربائي. وإن لم يضيء المصباح تكون غير موصلة للتيار الكهربائي. ما المقصود بالمواد الموصلة؟
ماذا يعني بمادة موصلة؟ توصل ماذا؟ توصل الكهرباء، ممتاز. إذن هي المواد التي تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها، أي أنها تسمح أو أنها توصل التيار الكهربائي من البطارية إلى المصباح. عند إيصال المواد الموصلة بالدارة الكهربائية يضيء المصباح دائما. مثال على هذه المواد: ماء البحر، الفولاذ، النحاس، الذهب، الفضة، أيضا صفيحة من الألمنيوم، مسامير من الحديد، وسلك من النحاس. كيف يتم توصيلها؟ توصل بهذا الشكل في الدارة الكهربائية، وجميعها يضيء المصباح معها. لماذا استخدم النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية؟ لأن النحاس مادة موصلة للكهرباء. ممتاز يا رابع. ننتقل إلى المواد العازلة. ما المقصود بالمواد العازلة؟ هي المواد التي لا تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها، أي أنها تعزله وتمنعه من الوصول إلى المصباح في الدارة الكهربائية. مثال عليها: الخشب، الألماس، زجاج، والمطاط. أيضا توصل بهذا الشكل مسطرة بلاستيك وخيط وصوف ممحاة. هذه كلها أمثلة على مواد عازلة تمنع من وصول التيار الكهربائي إلى المصباح. هل سبق أن رأيت هذه الأداة في بيتك؟ ممتاز. ما اسمها؟ ما اسمها؟ اسمها قابس. ممتاز يا رابع، اسمها قابس. ماذا يعني قابس؟ هي أداة تسمح للتيار الكهربائي من المرور فيها من مصدر الكهرباء إلى الجهاز الكهربائي. هي التي تسمح للتيار الكهربائي من المرور فيها من مصدر الكهرباء إلى الجهاز الكهربائي. من ماذا تتركب؟ من مواد عازلة، كما أنت ملاحظ أمامك في الشكل، البلاستيك اللي لونها أبيض، اللي باللون الأبيض، هذه كلها بلاستيك. أيضا الأسلاك مغلفة ببلاستيك. ومواد موصلة، أين المواد الموصلة؟ هي الأسلاك هنا، حتى تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها. لماذا يدخل في تركيبه مواد عازلة مع أنه موصل التيار الكهربائي، مع أنها مواد أو أداة تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها؟ لماذا؟ حتى يكون القابس آمنا، أي يمكن لمسه دون حدوث صدمة كهربائية. لاحظ أمامك الصورة. لماذا يلبس العاملون بالكهرباء قفازات وأحذية من المطاط؟ لماذا؟ ذكرناها فيما سبق. المطاط هل هو مادة موصلة أم عازلة؟ ذكرناها قبل قليل. ممتاز يا رابع، مادة عازلة، إذن هي تعزل الكهرباء من الوصول إلى العامل الذي يعمل بالكهرباء، إذن لحمايتهم من خطر الكهرباء، لأن المطاط عازل للكهرباء. الصورة الثانية: ما الخطأ في الصورة؟ رجل يسبح بالماء وبجانبه الهاتف موصول بالكهرباء، بجانبه الكهرباء. لماذا يجب عدم استخدام أدوات كهربائية أثناء الاستحمام أو حين الوقوف على أرضية مبلولة؟ لماذا؟ ذكرتها، لأن الماء عازل أم موصل؟ ممتاز، لأن الماء تعتبر مادة موصلة، وقد يصاب الشخص بصدمة كهربائية. وأخيرا يا رابع، نختبر معلوماتكم. صنف المواد التالية إلى مواد موصلة ومواد عازلة في الجدول التالي: عملة نقود، مطاطة، أربطة أحذية، ليمونة، ورقة، سلك من النحاس، لاصق، علبة ألمنيوم، ممحى، صوف، ورق مبلول، مسطرة خشبية. كيف
كيف يتم الاختبار؟ احضر دارة كهربائية وقم بتجربة كل مادة من المواد التالية. عملة النقود، هل سيضيء معها المصباح؟ ممتاز، إذن هي موصلة. المطاطة، لن يضيء المصباح، إذن هي عازلة. أربطة أحذية، عازلة. ممتاز. رابع، ليمونة، ممتاز، موصلة، سيضيء المصباح. ورقة، لن يضيء المصباح، ممتاز، إذن هي عازلة. سلك من النحاس، النحاس يصنع منه الأسلاك الكهربائية، إذن هو موصل. لاصق، لاصق يعتبر بلاستيك، ممتاز، مادة عازلة. علبة ألمنيوم، ممتاز، ذكرناها هي مادة موصلة، أضاء المصباح. ممحى، الممحى لم يضيء المصباح، ممتاز، إذن هي عازلة. الصوف، لم يضيء المصباح، إذن هي عازلة. ورق مبلول، أضاء المصباح. لماذا؟ مع أن الورق تعتبر مادة عازلة، لماذا؟ بسبب وجود الماء، والماء موصل جيد للتيار الكهربائي. مسطرة خشبية، الخشب لا يوصل التيار، إذن هي مادة عازلة. نرتب أفكارنا في جدول كما التالي. إذا المواد الموصلة هي عملة نقود، ليمونة، سلك من النحاس، علبة ألمنيوم، ورق مبلول. مواد العازلة هي المطاطة، أربطة أحذية، ورقة، لاصق، ممحاة، صوف، ومسطرة خشبية. وهكذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، وأيضا نكون قد أنهينا الوحدة السابعة وهي وحدة الكهرباء. دمتم في رعاية الله وحفظه، طلاب الصف الرابع.